السلام عليكم خوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم قررت ندير اليونس مقلب. شحال هذه ما درنا شي مقلب، ما ردليش هو المقلب، ماشي شغلي فيه، انا غادي ندير له مقلب. اليوم انا جالسه في الدار، ما مشيتش للخدمه حيت كنت عيانه شويه، درت شهاده الطبيه وقصت نرتاح. شكوى علي ما شكيت عليكم الشكوى، والله ماشي شي حاجه زعما، غير هو نهار الجمعه دوشت وفي الاخر برد عليا الماء وبحال ضربني البرد شويه، ومن هنايا تبلوكيت. دابا يلا هدرت داك فولتارين وليت صافا الحمد لله، ولكن المهم بقيت في الدار وقلت ما يداه. ومعذورتي كيقولوا قلت الشغل مصيبه. هذه التسعود وقسمين مقلوبه، ما غتبالكمش التسعود وقسمين كيخرج يونس مع التسعود، ولكن باقي ما غادي يوصل. انا غادي ندير واحد المقلب غنخلعو غنطيره منه، خصوصا يعني اليوم كنت مريضه وغنزيد نكمل له. غادي ندير بلي بحال تحرقت في رجلي، غنخوي عليا اتاي الشكوى، الله الله يحد الباس. غادي نخوي عليا اتاي، هو غيكون بارد ولكن غندير بحال راه سخون، وانا راه لعبت شويه في رجلي بعكر احمر، ولكن بعتيبان بحال بصح، يعني بحال واحد فاش كيتحرق يلا كيتحرق وكتصوب له داك الحموريه، باش منين يجي يشوف لي ولا نقول له دير لي حقه سينيال، راه عندنا غير سينيال، دير لي سينيال باش يبرد لي شويه، غادي يبان له بلي بصح حمر، غيتايق صافي غيتخلع ديال بصح. المهم خليكم معايا ما تمشيو فيه. المهم انا حطيت الكاميرا في بلاصتها الطبيعيه، فين كنحطوها فين حطها يونس، وفقط غنشعلها وما غاديش تبان له لا واش خدام ولا ما خداماش. خليكم معايا حتى يجيو تشوفوا المقلب واش غيشد فيه ولا ما غيشدش فيه. ما تنساوش لي اول مره يشوف القناه ديالنا، ما تنساوش ديروا لايك سبسكرايب باش تكبر القناه ديالنا، وشي كومونتير اللي كيشجعنا. شكرا لكم بزاف على لي كومونتير وعلى التشجيع ديالكم، واخا القناه باقا في البدايه ديالها وباقا صغيره، ولكن كنفرحوا بزاف 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 ملي كنشوفوا لي كومونتير ديالكم وتشجيعاتكم، كنبغيكم بزاف. المهم خليكم حتى النهايه ديال الفيديو. هو ما بقى له والو، ويوصل يونس دابا شويه كتسمعوا كيحل الباب، لحقاش كنت كنكونيكتا معاه في التليفون وهو جاي في الباص باش كنعرف فين راه، واش قرب يوصل ولا مازال ما وصل. المهم خليكم معايا، انا غادي وجدت العشاء زعما وجبت اتاي، درت اتاي هنا ولكن راه بارد، واتاي اللي سخون خليته في البراد فاش طيبت. انا غير قلت شويه طلعلكش الجلده. لا جيب لي هذاك سينيال. عيني برد عاد ديك الساعه نجيب لك سينيال. ما عرفتش دابا كيكونوا في المصيبه شحال من بلاد. علاش برادي؟ شكي ولات طيره حمرا هذيك. راه الحمكه حبيبتي. شكي ولات الخدمه. عاود. الحمكه حبيبتي هو حمار. كيحرق. واش هزيتيه بدي؟ دابا انا نسيت ما جبتش هذه، يلاه بغيت نخدم.
ربي بسني نزلي صافي صافي ضربتني رجلي وضربتني رجلي جيب لي السنيال جيب لي اخذي وضربتني يوسف جدي صافي 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 خليك هكا خليك انا دموع كيتغرغروا بحال فري ولا احسن انا راني بجرب الحرق ديال اتاي دير باي باي يلا شي كان لي بالمشاهدين اش نقول لا دابا عندي الكتافوز خلاص لي تيكست اخ اخ خلاص نقول ما خص ما نقول والله الا دارت بيا والله الا حسب لي فري وجاي كان جديد وحق رب ما لقيت من والله إلا كوفيد كوفيد ما لقيت ما ندير لها وجبت وبعد واش بدات لي يديك تقول جدي بالبرد كنقول يا ربي عفوت البرد هنا غادي لي البرد هنا أحسن بلي أنا وقفتي كنت مريضة وقفتي وجبتي حتى قلت لك خليه يلا حبس حبس الفيديو وعيني دابا نردها على شوف صور رجلي انتما سرعتها ولا ما سرعتهاش راه وحتى الفوق والله الا كي كيسحب لي فري وحق الله العظيم انا حسابي حيت انا مجرب ديجا جربت ديال الحرق ديال اتاي بلا ولباس بعيد بلا ولباس وداك الشيء انا خفت عليه لا كيجاك مقلبه يوز ايوا واش غنقول لك طيرتيها مني الصراحه والله الا طيرتها مني وتيقساو ومشي سكال جري وما لقيت باش بغيت نبرد لها داكشي حيت انا دازت عليا كانت تحرقت واحد المره وخفت الجلده طلع ومشيت كنجري وما لقيت غير ديك الميكه ديال الكخوفي مع الحمه كلها احمر وخفت خلعت داكشي دغيا احمر يلا جيت من الخدمه داكشي عندي بيه فيه الصراحه ممثله خطيره دارتها بيا وان شاء الله ما كنعرفش طولت بزاف حيت باش تكيان جاي ايام ما كنت بغيت نقول لك لا نمشي للطبيب ما تصوبريش وي كتقولي لي الطبيب كنقول لك ها هي كاينه ديك ديال السنان غير نبرد لها مخططه باش نقول لها نمشي للطبيب وانا مريضه سير شوف لي شكون يديني للطبيب صافي شتي كيان ما بغيتش نشد فيك بزاف وكتسد الضحكه شتي انت كتصوبني في يدي في رجلي وانا راه كنضحك وكنرجع لك قامش دابا متابع انا والله الا تخلعت وحق الله الا تخلعت ما عرفتش رجليك حومه وخفت انا الجلده طاح داكشي باش والله الا خطيره ماشي مشكل تكبر وتنسى وعيني غادي نردها ان شاء الله عقلوا على هذا الفيديو راك ما رديتيليش بعدا ايوا راه بغينا نردوك زربتي عليا واه شحال فوقاش راه سنين هذه بلي درت لك داك المقلب ما كنلقاوش الوقت الصراحه مع الخدمه انا راه هذا النهار قلت لكم قلت ما يدير مصيبه قلت في الدار جاوني الافكار الشيطانيه ما خدمتش هذا النهار وبدات غير كاس كندور كندور وما طاحت لا غير انا باش دير لي مقلب هذا تخلع عليه في هذا النصاصه ديال الليل يلاه ختم ختم المهم اخوتي
نتمنى يعجبكم الفيديو المقلب اللي دارت فيه اشواق، ونكونوا خفافين على قلوبكم. وإلا عجبكم الفيديو خليو شي تعليق زوين، انا بالضبط نجاوبو على كل شيء. وتحياتي في فيديو ان شاء الله القادم. ما تنساوش غير سبسكرايب، الناس الجداد اللي كيشوفوا اول مره القناه ديالنا يديروا سبسكرايب وفعلوا الجرس باش يطلع لهم الجديد ديالنا. معكم كوبل سبرو، كنبغيكم بزاف. باي.